تحوي جامعة بسكرة 4 براءات اختراع، وتم تسجيل إلى غاية هذه الساعة 36 فكرة هي قيد الدراسة من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. أيضا تم الحصول على وسم مشروع مبتكر لمشروع قام به أحد طلبة جامعة بسكرة بخصوص جهاز رحي القارورات البلاستيكية، ونذكر أن كل هذه الأفكار سيتم مرافقتها واحتضانها على مستوى حاضنة جامعة بسكرة.